أهلا بكم من جديد. يعتبر التنميل أو كما يصفه بعض الناس بالوخز حالة غير طبيعية يفقد فيها الإنسان الإحساس بالمنطقة المصابة، وأبرز المناطق عرضة للتنميل الذراعين أو اليدين أو القدمين. فما أسباب التنميل في الأطراف ومتى تستدعي تدخلا طبيا، وما أبرز طرق العلاج؟ يخبرنا الدكتور محمد الحتو الاستشاري الأول بالأمراض العصبية في مؤسسة حمد الطبية مباشرة من الدوحة. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني هو شعور مزعج التنميل، ويكاد يعني كل شخص شعر به. متى يكون أكثر من عارض ويتحول إلى حالة تستدعي مراجعة الطبيب؟ السلام عليكم وصباح الخير. هناك أسباب كثيرة للتنميل. طبعا ممكن يكون السبب الأول هو اعتلال الأعصاب، هذا ممكن يكون وراثي بسبب جيني، أو ممكن يكون مكتسب. أكثر سبب لاعتلال الأعصاب اللي هو اعتلال الأعصاب السكري، شائع جدا، له أنواع عديدة. هو أكثر شيء اللي هو يبدأ في نهاية الأطراف، بيبدأ بأصابع القدم، نعم، وبعدين بيزيد بشكل تدريجي وبطيء. ممكن طبعا اعتلال الأعصاب يكون بسبب نقص بالفيتامينات أو العناصر الغذائية. ممكن يكون له سبب التهابي زي ما بنشوف عند مرضى نقص المناعة المكتسبة الـ HIV أو التهاب الكبد الوبائي C. المناعة برضو ممكن أنها تلعب دور في التخدير والتنميل، وهي هناك طرق لعلاجها. وفي حالات نادرة ممكن يكون سبب ورمي للتنميل بالأطراف. نعم. طيب طبعا هو زي ما قلت مزعج، هو له أنواع، في ناس تفقد. نعم تفضل. تفضلي. طيب كنت أتحدث عن الأنواع. طبعا هو ممكن يكون نعم، فإحنا تكلمنا على اللي هو بيكون بسبب اعتلال بالأعصاب وسردنا بعض الأنواع. ممكن يكون طبعا هناك ضغط على العمود الفقري أو ضغط على الأعصاب، وممكن يكون ضغط موضعي على العصب زي مثلا متلازمة نفق الرسغ، اللي بيكون عندنا ضغط على العصب في منطقة الرسغ أو العصب الزندي بسبب الوضعية الخاطئة. ممكن يكون سبب التخدير أو التنميل سبب آخر، إنه هو ضغط على العمود الفقري، انزلاق بالديسك، ضغط على العمود الفقري أو على الأعصاب الخارجة منه. نعم. طيب دكتور، ما هي أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تنميل الأطراف؟ هل هنالك من يعني ممارسات يومية قد تكون خاطئة ربما، أو عادات بأسلوب حياتنا؟ نعم صحيح. فمثلا استخدام لوحة المفاتيح الكيبورد تبعت الكمبيوتر، إذا كانت وضعية اليد بوضعية خاطئة ممكن تؤدي إلى ضغط على العصب المتوسط في منطقة الرسغ. بقيادة السيارة أحيانا اليد اليسرى بتكون على الزجاج فبتضغط على العصب الزندي، لأنه العصب الزندي غير محمي بهذه المنطقة. المحفظة الكبيرة والجلوس على مقاعد صلبة ممكن يضغط على برضو على الأعصاب منطقة الورك. وضعية الرقبة باستخدام الكمبيوتر إذا كانت غير مريحة ممكن تؤدي إلى الديسك، والديسك بدوره ممكن يضغط على الأعصاب ويؤدي إلى الخدر والتنميل. هذه الأخطاء يلي عم بتعددها حضرتك بتؤدي إلى تنميل مؤقت يستمر يعني عدة دقائق، وغالبا ما يصاب به الأطفال أثناء نومهم وبيستفيقوا من النوم عم يبكوا وموجوعين مزعوجين من الشعور. هل هناك خطوات ممكن نعملها لحلحلة هذه الحالة وتسريع أنه تخلص عند الأطفال؟ نعم، هو أول شيء تثقيف الوالدين بالوضعية الصحيحة لتجنبها. نعم، وطبعا الشغلة الشائعة الآن استخدام الكمبيوتر عند الأطفال وعند الاستخدام الخاطئ، فبرضو أنه الواحد يراجع هالأمور. نعم. طيب دكتور، إذا أردنا الحديث عن العلاجات، هل العلاجات بتكون بالمنزل، تبدأ بالمنزل، وإن كانت الحالة متطورة ما هي الحلول؟ طبعا بالمنزل اللي هي الوقاية، بعدها بيجي دور العلاج الطبيعي، خصوصا بآلام الرقبة والمشاكل اللي مثل ذلك. بعدين طبعا إذا الأمور متطورة أكثر بيكون العلاج الطبي. يعني أحيانا احنا بنضطر للتدخل الجراحي إذا كان في ضغط شديد على العمود الفقري أو الأعصاب اللي بتخرج من العمود الفقري،
قد يكون احيانا التدخل الجراحي كثير بسيط، متلازمه نفق الرسغ، العمليه بتاخذ 3 أو 4 دقائق، اذا الوقايه بالريست سبلنت اللي هو الجبيره او حقن الكورتيزون. ممكن يكون اعتلال الاعصاب سببه مناعي، فبنضطر الى البلازما اكستشينج، تبديل الدم او تعديل الجهاز المناعي للمريض. طيب عندما يكون التنميل مرتبط بأحد الأمراض الخطيرة اللي أشرت لها دكتور، هل يتم التدخل لعلاج التنميل كعارض أم لا بيكون العلاج للمرض الأساسي، لا يمكن علاج العارض على حدة؟ طبعا احنا نفضل علاج المرض لأنه هو علاج السبب تبع المرض، والحمد لله للأمراض المستعصية أصبح في علاجات لكثير. طبعا اذا المرض مستعصي نعالج العارض حتى انه المريض على الاقل انه يكون مرتاح وغير متالم. نعم. وهناك علاجات طبعا دوائيه وبرضه علاجات جراحيه. نعم، ما هي هذه العلاجات الجراحيه مثلا او بالادويه؟ هلا الدوائيه هي بتكون عباره عن ادويه الالم. يعني في مثلا اللي هو على سبيل المثال النورانتين، الجابابنتين، السمبالتا، هي ادويه بس لتخفيف الالم على المريض. العلاجات الجراحيه الان في شيء بسموه سباينال ستيميوليتر او بريفرال نيرف ستيميوليتر، جهاز بيوضع خلف العمود الفقري بيخلي العمود الفقري لا تصله موجات الالم. نعم. كل الشكر لك دكتور محمد الحتو الاستشاري الأول بالأمراض العصبية في مؤسسة حمد الطبية، حدثنا مباشرة من الدوحة، شكرا لمداخلتك. العفو، شكرا لكم. أهلا.